سلام، شوفوا في الدرس هذا تاع اليوم راح نشوفوا لي برونون بيرسونيل. هدايا الدرس يعني سنة الثالثة، سنة الرابعة وسنة الخامسة، وكامل اللي يحبوا يتعلموا فرونسي مرحبا بكم. دونك هذا الدرس لي برونون بيرسونيل اللي هو الضمائر، كيما عندنا في العربية انا انت انتي انتوما، وزيدوا كملوا كامل ضمائر المتكلم مخاطب ومخاطب غائب، هادو في العربية. فرونسي واش عندي؟ عندي هادوما، شوفوا نحسبو شحال عندي. عندي 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 ضمائر، 8 برونون بيرسونيل. دونك راح نقراهم. دونك اول حاجة واش نديرو؟ نقراوهم. داكوغ. جو جي ابوستروف tu il elle nous vous il avec s elle avec s. دونك الحاجه الثانيه وشنوها راح نعرف واش معناتها، ولا الحاجه الثانيه اللي حنا نعرفها وشنو، وعلاش هنا درت ابوستروف وهنا او؟ وعلاش هنايا؟ باسكو لو فيرب ديالي كيكون يبدا بفوايل ولا بالاش، ندير نحي هذه الاو وندير ابوستروف. داكوغ تري بيان، رانا فهمناها. دوكا الحاجة الثالثة راح نعرف المعنى ديالهم بالعربية، تبعوا معايا. نبدا بجو. جو هو انا، تشو معنتها انت و انت، داكوغ، انت و انت، في زوج معنتها تشو. إيل معناها هو، و ال معناها هي، نو معناها نحن، فو معناها انتم، برك نو معناتها انتن. هذا ما كان، لا لا معناتها تانيت انتما، في زوج تاع المذكر والمؤنث، داكوغ، فيمينا وماسكولا. دونك فو ما كي نحب نقول انتما، حنا في الفرنسي ما عندناش مثنى باش نتفاهموا، عندنا سينغولي بلوريال، عندنا مفرد وجمع، هكا تري بيان. دونك في العربيه كي نكونوا نهضروا مثنى، بالفرنسي نهضروها جمع، نقولوا فو، داكوغ. كي نقول فو معناها انتم، معناتها انتن، معناتها انتما تاع المذكر وتاع المؤنث. إيل افيك اس معناتها هم، هذا ما كان، نو معناتها هما، ال تاع المذكر، ال افيك اس معناها هن، داكوغ، و معناها هما تاع المؤنث، هما مؤنث فيمينا و هما مذكر هنايا ماسكولان، باردون ماسكولان، داكوغ. هكا رانا فهمنا المعنى ديالهم. دونك كي نحب نهضر مع شحال نقول انتم انتوما، باغ اكزومبل نهضر مع زوج نقولهم فو، كي نحب نهضر على كش واحد نقولو إيل هو، كي نحب نهضر نقول حنايا نقول نو، داكوغ تري بيان. دونك الحاجة الأخرى اللي راح نزيدو نعرفوها، دونك شوفوا معايا، عندي هاد الجهة وهاد الجهة. شوفوا جو جو ومنا نو، دونك عندي أنا وعندي نحن، داكوغ. نحن هي البلوريال، الجمع تاع أنا، نو هي الجمع تاع جو. دونك شوفوا هنا انا ونحن وشنو هم؟ ضمائر تاع المتكلم. شو انت انتي انتما انتما انتم انتن، ها مليك، مجموعين في تشو و فو المخاطب. إيل ان إلى افيك اس ال افيك اس، هو هي هم هما هما هن، مجموعين في هادوما تاع الغائب، داكوغ. هانا عرفنا كامل الضمائر تاوعنا. دوكا الحاجه الاخرى اللي نزيدو نشوفوها مع بعض وشنوها؟ شوفوا معايا، هنا عندي مجموعه وهنا مجموعه تانيت. شوفوا هادي انا، نحن، جو، نو،
هذه راهي مفرد singulier وهذه راهي وشنو جمع pluriel. هذه tu أنت وأنتي راهي مفرد singulier وهنا الجمع تاعها pluriel. il هو pluriel تاعو il avec s. elle هي pluriel تاعها الجمع تاعها هي elle avec s. Et voilà, donc بمعنى انه كل وحده منا هي البلوريال تاع لي منا. شوفوا هنا عندي singulier اللي هي المفرد وهنا بلوريال اللي هي الجمع. هنا راني برك نرمز لكم داكور singulier et pluriel. هنا شوفوا je nous هي البلوريال تاعها. هنا جو واش نسميها؟ نسموها بروميير بيرسون دو سينغولييه داكور. اول بيرسون الاولى تاع سينغولييه المفرد وهذه بروميير بيرسون دو بلوريال داكور. بروميير بيرسون دو بلوريال هادي نسموها دوزيام بيرسون دو سينغولييه وهادي دوزيام بيرسون دو بلوريال. هادي il avec s و elle avec s في زوج نسموهم تروازيام بيرسون دو سينغولييه. هادي نقولولها ماسكولان وهادي نقولولها فيمينان. تروازيام بيرسون دو سينغولييه ماسكولان هي il. Troisième personne du singulier féminin, il y a elle. Ou troisième personne du pluriel masculin, il y a il avec s. Ou troisième personne du pluriel féminin, il y a elle avec s. Et là, je vous comme la vidéo, des rouges, j'aime, ou partagez au maximum. D'aimez la chaîne ou salam.